القدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. هاي الحلقة رح نحكي فيها شوي عن الغناء، فيها سلطنة كتير وفيها مزاج عالي. أنتم الجيران والأهل والأحباب القريبين للأردن، في أشياء على فكرة كتير مشتركة بيننا وبينكم، وحتى المشاعر في الأغاني. لك ما أجمل حكاية في العمر كله. كمان ما نحس نفسنا غربة إذا نروح بالأردن أو في فلسطين أو في مصر أو في العراق. همومنا واحدة، مشاعرنا واحدة، أحاسيسنا واحدة. إحنا في مصر الشعب المصري كله بيغني، صوته حلو صوته مش حلو الكل بيغني. مانتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي أحكي لك رواياته؟ مش كل كتاب يا قلبي في الحب ينقرا، وقلت لك ميت مرة أنا. بيت للكل، الجمعة 11 مساء على قناة مصر الأولى.